فهذا واقع الآن. الدعاة بعضهم يقول لا تذكرون التوحيد، الدعاة اللي يسمون أنفسهم دعاة يقولون لا تذكرون التوحيد، تنفرون الناس، خلوا الناس على عقائدهم، خلونا نتوافق نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة الذهبية عندهم يسمونها الذهبية، وهي قاعدة طاغوتية، لا تنكرون على الناس الشرك والكفر، خلوا الناس على ما هم عليه، أحرار على عقائده، لكن نجتمع ونتعاون ونرد على الزنادقة وعلى الملاحدة وعلى الشيوعيين وعلى العلمانيين فقط، وأما فيما بيننا خلوا كل واحد على ما هو عليه. ما يجوز الكلام هذا أبدا، ولا يمكن نقف في وجوه الزنادقة والملاحدة والكفار ونحن هكذا، ما يمكن هذا.